ما نزلش من على المسرح لحظه واحده، مليان تناقضات مش عارف يحتويها. الاضواء مسلطه عليه طول الوقت، مش بس لان موهبته كبيره جدا، لكن لانه بيتعمد اثاره الجدل. احمد الفيشاوي على المسرح. فيشاوي، ايوه، الحياه مسرح زي ما قال يوسف بيك وهبي. اكيد بتشوفها مسرح؟ لا، بشوفها سينما بس هي مسرح. ليه ما بتحبش طفولتك؟ عشان قضيتها معظم الوقت، احنا كنا ساكنين في حدائق القبه، فابويا وامي كانوا لسه ما ابتدوش يعملوا فلوس كتيره من السينما والتلفزيون. ده كان بنتكلم من سنه 80 ل 85، فكنا عايشين في شقه اوضه وصاله في حدائق القبه. فانا كنت طول الوقت يا بره البيت يا انا جوه البيت، وابويا عامل حفله وكل اصحابه موجودين، فكنت يعني ما بنامش تقريبا، وكنت شقي جدا جدا، وعذبت ناس كتير معايا. عشان كده انا دي المرحله اللي بندم عليها الندم الشديد. يعني بتندم عليها ليه وهي مش بايدك؟ عشان يمكن عشان هي مش بايدي فبندم عليها براحتي. زي ما انا قلت ما بتحبهاش. ما بحب يعني، ممكن نقول كده. بعد كده بقى يعني بعد ما بقيت 5 سنين كانوا هم بقى حوشوا فلوس وبقوا نجوم كبار، فبقى يعني بقيت الف العالم، وكنت متدلع جدا يعني. لو حياه احمد الفيشاوي روايه، هتبقى كوميدي ولا تراجيدي ولا دراما؟ هتبقى فانتسي. ايوه. تبقى اسمها ايه؟ تبقى فامباير فانتسي. انت مصاص دماء مع اللي حواليك؟ لا، انا عايز اعمل فيلم عن مصاصي الدماء. انت تحت الاضواء من وانت طفل صغير؟ من وانا عندي 3 سنين يا فندم. بالظبط. مش بس عشان ابن فنان وفنانه مشهورين جدا، ولكن كمان كانت علاقتهم مضطربه ومشاكلهم على صفحات الجرايد. ده انعكس عليك ازاي؟ على شخصيتك، على طفولتك؟ كلام جرايد ومجلات او دلوقتي ممكن نقول بلاتفورمز، او ما كانش بيأثر فيا، لانهم عمره ما اتخانقوا قدامي مثلا. عمر مثلا ما ابويا زعق لامي قدامي حتى، ولا اخويا. حتى بعد الطلاق يعني عمر ده ما أثر عليا أو على البيت أو على عمر أخويا. إيه أول صدمة قوية أخدتها في حياتك على مستوى العيلة؟ اللي هي كنت لسه بتسأليني فيها، اللي هي أنت من وأنت صغير في المجال وكده وعارف. أنا كان عندي مشكلة كبيرة جدا في استيعاب أنا ليه بيحصل كده، لحد ما بقى عندي 4 سنين، لأنه أنا مش عارف أنا مين، ومش عارف أهلي بيشتغلوا إيه بالظبط، لسه طفل. بس بلاقي الناس ايه، انت ابن فروشاوي، انت اسمه الالفي، ايه تيجي تطبطبوا عليا ويبوسوني ويتصوروا معايا، اللي انا مين يا جماعه؟ بيقولوا لي انا مين بس. ما كانش شعور لطيف على قد ما كان بيلخبطك. كان بالظبط، كان شعور بيلخبطني، اللي هو ليه كده يعني، ليه بيحصل كده؟ بعدين بعد ما تميت 5 سنين ابتديت استوعب، اوه احنا بنطلع في تلفزيون، اوه ده ابويا نجم كبير، اوه ده امي نجمه كبيره، اوه ده ابتديت استوعب بعد فتره. بس في الاول كان عندي مشكله طبعا، اللي انت مين وانا مين. لما فهمت ولا تاثيرها موجود حتى بعد ما فهمت؟ لا، لسه تاثيرها موجود طبعا. شفت لك فيديو وانت صغير وانت طفل، كنت بتتكلم واضح انك ذكي جدا وواثق في نفسك جدا. الثقه دي بنفس القدر ده لسه موجوده جواك ولا اتهزت من تجارب الحياه؟ بالعكس، دي بقت اقوى بكتير. أنا ثقتي في نفسي كبرت جدا، سبيشالي مع الأيام. سبيشالي مع الأيام ولا مع التجارب؟ مع الأيام. أصل اليوم ده فيه ممكن يبقى فيه 3 4 تجارب على فكرة. إيه أول صدام حقيقي حصل بينك وبين والدك الفنان فاروق الفيشاوي؟ لا، إحنا الحقيقة ده عمره ما حصل بيني وبين أستاذ فاروق. عمر ما كان في بينكم صدام؟ عمر ما كان في بيننا صدام، كان في بيننا مناقشات، كان في بيننا بنتناقش، بنشاور بعض، بنتكلم في أي حاجة في الدنيا. ما كانش عمرها بتصل للاصطدام، كانت بتصل يا هو بيقتنع يا انا بقتنع، يا كل واحد بيقتنع في طريقه وخلاص. عمره ما رفض حاجه انت بتعملها رفض قاطع وكان ده رايه؟ عمره ما عمل كده، لا، ولا حتى امي يعني. حياتك عامله زي بندول الساعه، رايح جاي جاي رايح كده. ايه اكبر حيره بتلازمك وانت رايح وجاي في حياتك؟ هي اكبر حيره انه أنا بحلم كتير جدا، الحلم ده بيجي لي بقاله سنين، إنه في حد سايق وأنا جنبه في العربية وبنقع من فوق كوبري 6 أكتوبر، ما
وقبل ما بنلبس في الارض انا بصحى. والحلم ده بيتكرر كتير، فكل ما بقى على 6 اكتوبر كل ما يبقى عندي العقده دي اللي هو نفسي يلا كوبي ده يخلص ويا ريت ما نجريش وكده. مين الوحش اللي في الروايه بتاعتك بيجري وراك؟ انا. انت الوحش. انا بجري ورا نفسي. انت عدو نفسك؟ بالعكس، انا بجري ورا نفسي عشان يعني احسن منها. وانت بتمثل دورك في مسرحيه حياتك، ايه الاقنعه اللي بتستخدمها؟ الاف الاقنعه. قول لي 3 منهم. يعني مثلا في القناع بتاع اللي هو لما ابقى في مكان عام ومثلا ابقى انا مثلا متضايق، مثلا قاعد في مكان عام بشم هوا فحد يقول لي ممكن نتصور، فانا بضطر ابتسم. ما هو ده قناع، هو مش كذب عليه ولا نفاق، بس مش عايز اكسف البني ادم ده او البني ادمه دي. في بقى اللي هو الوش اللي هو بتاع الايه اللي هو الوش الخشب اللي هو انا مش هتكلم بقى المده، انا هصوم هصوم عن الكلام. بتلبسه لمين القناع ده؟ ده بلبسه لما يعني لما كنت بتخانق مع مثلا واحده صاحبتي او واحده او مراتي او كده مثلا. بس اللي هو بتلتزم الصمت؟ ببقى زي كده الصوم بتاع ستنا مريم كده اللي هو بصوم بصوم بجد. ما بتتعصبش؟ ما زي اتنين وخميس كده بصوم بجد؟ بس عن الكلام. ما بتتعصبش؟ ما بتزعقش؟ ما بتعملش دوشه وقلق؟ كنت بتعصب. كنت لحد امتى؟ لحد من 3 سنين، من يوم يعني من اخر زواج ليا. كنت شخص عصبي جدا، وكنت شخص انا نفسي ما كنتش مبسوط من نفسي. بس بعد ما بقيت حر وما عنديش حد تاني في حياتي الا عيالي، بقيت مستريح اكتر بكتير. وصلت لدرجه العنف قبل كده؟ كتير طبعا، يعني من وانا طفل يعني خناقات في المدرسه والحاجات الطبيعيه. لا يعني انا بتكلم على مراتك او شريكتك زي لا ما كانتش بتوصل للدرجات دي. عمرها بس عمرها ما وصلت للعنف؟ عمرها، بس يعني كانت ساعات بتوصل ان احنا نبقى فعلا يعني يبقى في يعني حاله كده من الرفض. يعني حاله من الرفض. ف انا بالنسبه لي كده احسن ان انا ابقى لوحدي، اقدر اركز في شغلي. انا بعشق السينما، ف اقدر اعملها، وبعشق المسرح، عايز اعمل مسرحيات، فيعني متفرغ لده دلوقتي. مونولوج التحول في حياه احمد الفيشاوي. هو مش هقدر اقول عليه مواقف. انت اتغيرت كتير. انا اتغيرت كتير جدا. قوي. مثلا ابويا لما جه لما اول ما ابتديت امثل في سنه 2000 جه قلت له طب انت رايك ايه، اعمل ايه، اخش الموضوع يعني اخش الموضوع ازاي العب الكاركتر، علمني. انت ابويا استاذ فاروق الفيشاوي يعني. فقال لي كلمه واحده وعدها 3 مرات، قال لي اي حاجه هتقولها لازم تلتزم بالصدق الصدق الصدق، بالذات وانت بتمثل، لان انت عارف ان الكلام ده مش كلامك، وعارف ان الكلام ده مش بتاعك، وممكن تبقى عارف الكلام ده ضد عقيدتك وضد مبادئك وضد حاجات كتيره، بس انت بتلعب دور، فلازم تبقى صادق فيه وتصدق ان انت الشخصيه دي عشان تقدر الناس تتفاعل معاك وتصدقك وتحب افلامك. طب لما مثلا يذكر العظماء فيتقال محمود عبد العزيز واحمد زكي طبعا، ما يتقالش فاروق الفيشاوي، بتحس بايه؟ عادي. ما بتحسش انه اتظلم؟ لا خالص، بالعكس. طب انت دلوقتي لابس لي قناع اللي موافق وراضي بكل شيء ومتسق ومتصالح مع نفسه؟ ايوه. لابسه صح؟ ايوه. لو دخلت عياده الدكتور نفساني وريحت على الشيزلونج وغمضت عينك، ايه اول حاجه هتقولها له؟ انا عندي دكتور الحقيقه. يعني عندي دكتور بقالي من 97. هو نفس الدكتور، دكتور عارف. فمن 97 دكتور عارف يعني بيعالجني بعلاج نفسي، وده ما فيهوش اي مشكله. زي او حد رجليك اتكسرت بيكبسها يعني. طب لو انا اخدتك لدكتور جديد؟ لا ليه؟ عشان تجرب حاجه جديده. احسن من ما تعرفوش. طب تخيل ارتجل معايا. ممكن معرفش. احنا على المسرح. طيب اصل انا هقول لك برضه، بس ده مش هقدر اقول اسمه يعني، بس بس هو الدكتور ده، في دكتور انا رحت له مره تاني يوم مات. بجد؟ طب وايه يعني؟ مش عارف، حكيت له كتير زياده تاني يوم. الراجل ما قدرش يكمل يعني. مات مجلوط؟ لا مات مضغوط. لو انت دلوقتي عند طبيب نفسي. اوكي. لو غمضت عينك دلوقتي كده اول جمله هتقولها له ايه؟ هقول له يا رب احرق كل الناس اللي بيموتوا اطفال وعواجيز وستات في الشارع وفي بيوتهم. مأثر فيك؟ جدا.
مقصر فيهم كلنا اعتقد. حقيقي. طب وعنك انت ازمتك انت الشخصيه؟ لا الحمد لله ما عنديش ازمات شخصيه. اول شكوى عندك؟ هو انا الحمد لله كنت بشتكي من فرط النرفزه والعصبيه وده الكلام ده خلص يعني، ودي كانت اخر مرحله تقريبا يعني. غضب خلاص، ما هي دي بقى الحمد لله تعديناها. ايه اللي ما خلص؟ لا خلاص ما عندناش مشاكل دلوقتي. الله الحمد لله. يا بختك. ايوه بس بعد سنين. بجد ما عندناش مشاكل بعد سنين؟ معقول؟ من 2000 ل 2024. اصل اللي يوصل اللي انت بتقوله ده يبقى خلص حياته، خلاص قفل. ايوه قفل يعني نيرفانا يعني، مثلا كيرت كوبين وكده. معقول؟ الحمد لله. من فصل البدايه للصراع، احمد الفيشاوي على المسرح. الصراع على المسرح بيبقى صراع رأسي، صراع مع الأقدار، وصراع أفقي مع الأشخاص والمحيط. معاك أنت هبدأ بالصراع مع النفس. أيوة. في طبيب نفسي قال أنه كتر التاتوهات بالشكل ده ممكن جدا يبقى دليل على تقلب الانتماءات، تقلب العلاقات. ده صح؟ لا مش صح، ده العكس الصحيح. إيه بقى؟ ده عامة الدق الوشم أو الحبر، لما حد بيرسم بحبر بيضطر يدق في جسمه عشان الحبر يقعد معاه، مش زي الحنة أو مش زي اللي لا أنا قصدي على كم التاتوهات. كم التاتوهات؟ أيوه في شوية لخبطة في الانتماءات يعني. أنا دلوقتي حاسس بده جدا ومقتنع بيه وهي حاجة آيكونيك فأنا هحطها دلوقتي. بعد شوية حاجة تانية، بعد شوية حاجة تالتة، بعد شوية نبتدي نمسح القديم ونعمل عليه جديد. أنت ما عملتش كده؟ ولا عمري هعمل كده. ولا عمري ما مسحتش وعملت جديد؟ عمري ولا عمري هعمل كده، لأن أنا مش بندم على تاتو عملته. بس هو كان فكرة إنه لا بالعكس، ده هو مش بيخلي مش الإنسان اللي عنده انتماءات كتيرة بيعمل حبر، بالعكس ده علشان القبائل يعرفوا البعض من بعض بيعملوا انت جاي من قبيلة ايه؟ وبيدقوا. انا جاي، انا فرعوني، والتاتو ده من ايام الفراعنة برضو. محتاج كل التاتوهات دي عشان نعرف انك فرعوني. عارف الفراعنة كانوا بيرسموا على جسمهم برضو، كان عندهم كده بس كانوا بيدقوا بخشب وقتها. بس كان عندهم بيرسموا على لو مثلا جيش معين او قريه معينه او انت احمد الفيشاوي. كتر التاتوهات في شويه لخبطه في الانتماءات خالص بالنسبه لي انا كمصري فرعوني من الصعيد. عندنا الكلام ده من ايام الفراعنه حرفيا لحد النهارده احنا لسه بنعمله. يعني هقول لك قصه لذيذه جدا. كان شاب كده شكله عنده 21-20 سنة، فطبعا هو شايف مناظر أول يوم ليه في القاهرة أصلا، فهو شايف مناظر غريبة وناس تانية وهو مش مستوعب إيه اللي بيحصل حواليه. أول مرة يشوف المدينة فلقاني في وشه فقال لي أستاذ أحمد معلش ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ فهو طلع صعيدي، أنا بعرف على طول عشان صعيدي فعارفين الأكسنت، عارفين اللغة يعني، عارفين اللهجة. اللهجة شكرا. فقال لي هو مش اللي انت عامله ده كفر؟ قلت له طب انا ممكن اسالك سؤال؟ قال لي ايه؟ قلت له هو جدتك كافره؟ انا بخمن. قال لي لا طبعا. قلت له طب مش جدتك عندها 1 و2 و3 وواحده هنا؟ صحيح. انك قال لي قلت له طب ده كفر في ازاي؟ قلت له طب جدك كافر؟ قال لي لا اعوذ بالله. قلت له طب مش جدك ده عصفوره هنا وعصفوره هنا؟ قال لي قلت له طب ما هو مش بكترها او بقلتها او هي فكره انها دي حاجه فولكلور شعبي يعني. انت كل تاتو عامله دلوقتي ما زال بيعبر عن شيء انت مقتنع جدا بيه وما زال ايكونيك بالنسبه لك؟ مليون في الميه. قناعتك ناحيه ولا تاتو فيهم اتغيرت نهائيا؟ صراع افقي مع شخصيات رئيسيه في حياتك. زعلت من لينا الفيشاوي لما اظهرت تيتوس ليه؟ لا انا ما احبش اتكلم على اولادي كتير. ليه زعلت؟
لا ما بحبش لا الكلام زعلت عنه. لدرجة ان انت قلت لها مش هكلمك تاني ليه؟ ما هو ده صراع مع النفس لا 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 وصراع مع شخصيات لا انا اساسية ما في بحبش حياتك. اتكلم في مشاكل العائلية. هحترم ده. شكرا شكرا لذوقك. فقلت له بقى كمان معلومة تانية. ها قلت له طب انت عارف هما ليه بيتعاملوا بقى كده اصلا؟ وفي ناس كتيرة مش عارفة كده. لما البنت في الصعيد عندنا بتبلغ بتعمل واحدة، لما بتتجوز بتعمل واحدة هنا، لما بتخلف بتعمل واحدة هنا، لما بتبقى جدة بتعمل دورية. ده ازاي بيعلمه؟ ازاي بيعلمه؟ طبعا يعني انا اتعلم عليا ان انا بنت، اتعلم عليا ان انا متجوزة، بالظبط اتعلم عليا بالظبط كده ان انا مخلفة. بالظبط فاهم. انا اعمل كلب مثلا ده؟ هنا، انا متعلم انت حابب المنطق ممكن ده؟ اقعد مثلا حابب المنطق ده؟ طبعا طبعا بجد؟ جدا. سئلت عن علاقتك بزوجتك السابقة قلت لأنها ست كاملة. مين هي الست كاملة من وجهة نظرك؟ كاملة شكلا ولا مضمونا؟ مضمونا طبعا، ده في الأساس. والشكل طبعا بيجي بعد المضمون مباشرة، ولازم يبقوا مندمجين مع بعض كمان. إيه اللي يخليني أشوف ست كاملة وبعدين انفصل عنها؟ ده زي ما كل البشر بيقولوا ده قدر، ده اسمه ونصيب. انها مش عشان مفيش حاجه اسمها كمال، مش عشان الجمله ما كانتش في محلها. لا لا، في طبعا، في طبعا في كمال. اولا هو الكمال لله وحده، بس في نفس الوقت احنا ساعات بنخلق او بنعمل فيلم او بنعمل مسرحيه يقول دي مسرحيه كامله، فيها رقص وفيها غنى وفيها ضحك وفيها هزار وفيها ملابس وفيها اضاءه وفيها مزيكا وفيها استعراض، بنقول دي مسرحيه كامله. احنا ممكن نعمل حاجات كاملة، ممكن نقابل في الحياة حاجات كاملة؟ ما اعرفش. بشر كامل، قصة كاملة؟ ما افتكرش. لا افتكر ان كل انسان عنده اكتر من الاف القصص في حياته. على سيرة الصراعات، طلعت على المسرح في الجونة وحصل اللي حصل واعتذرت ورجعت وقلت انا مش غلطان. لا بالعكس، خلاص انا اعتذرت وخلاص. ظهرت في برنامج بعد كده قلت انا مش غلطان، هم الناس افوروا. بالنسبه للي حصل يعني كان ودي كتير. كلمه بتتقال عادي. بس بالنسبه للي حصل ده كان قصدي، يمكن قصدي انك بتغير رايك بسرعه، بتغير مواقفك بسرعه. هو على فكره هو مش حاجه غلط ان الواحد يرجع في رايه. انا ممكن ابقى عندي راي وابقى حمار، ممكن اغلط واعتذر، لكن اغلط واعتذر واسحب اعتذاري. واسحب اعتذاري كمان بجد. بس انا ما هنا مش بسحب اعتذاري، انا اعتذاري موجود والحمد لله، يعني الناس قبلوه. وفي نفس الوقت قلت برضو حتى مع اعتذاري، انا مش بكنسل الاعتذار، انا بقول مع اعتذاري كان في الموضوع كبر بزياده. بس فيلمك الاخير عادل مش عادل، فيلم الاخير السيستم، عادل مش عادل والسيستم. ايوه عادل، اعتقد السيستم عامل افضل ايرادات افضل من عادل مش عادل. دي حقيقه. ليه الكيرف نزل لتحت؟ هو اصلا هو ما نزلش الحقيقه. انا عمري ما كانت افلامي بتجيب عادل مش عادل جاب كام؟ مش عارف. في احد الايام قفل 900 جنيه. ما ده قرب يتشال من السوق، ده بقاله شهرين. راضي عن التجربه دي؟ المنتج راضي، دي اهم حاجه. انت كفنان، انت كاحمد الفيشاوي، طبعا ليه رضيت بفيلم كانت دي نتيجته او كانت دي ايراداته، واعتذرت مثلا عن اولاد رزق الجزء الحالي؟ صحيح. ليه؟ لان اولا انا يعني انا واحمد يسري المخرج بنرجع سنين طويله جدا اصدقاء. مش عشان سبب تاني؟ مش عشان ما كانش اي سبب فيه تاني. ما حسيتش ان في احد النجوم من زملائك بينجم عليك وده ضايقك؟ لا لا فاعتذرت؟ لا لا، مش ده السبب خالص. السبب فعلا. طب ايه عدم توافق اللي قلتها دلوقتي؟ توافق الوقت. فسبت يعني اولاد رزق؟ اضطريت. الجزء الثالث اللي اول جزئين منه كسروا الدنيا؟ احمد انا مش مصدقك، انت مصدق نفسك؟ طبعا. جمهوري الصامت اللي ما بيتكلمش ولا بيصد ولا بيرد مش مصدقك. مش معنى ان هم صامتين ان انت تكذب عادي والكاميرا مش هتجيبك. مش ممكن يكونوا يعني حطوا مواعيد تصوير انت مش هتكون فيها، وطالما انت مواعيدك مش متوافقه فخلاص احنا هنصور الفيلم من غيره. وده اللي حصل فعلا. وانت شخصيه اساسيه في الفيلم، ايه القناع اللي لابسهولي دلوقتي؟ عشان كنت شخصيه، القناع اللي لابسهولي دلوقتي تاني. كنت شخصية تانية في الفيلم التاني، انت شخصية سبعة قاعدة قدامي. لا حقيقي، انت لابس قناع الهروب؟ لا خالص بالعكس. لابس قناع الهروب؟ نو. لابس قناع ايه؟ والله بصي على حسب، يعني قلت لك يعني عارف انا توقعت ايه؟
توقعت انك هتقعد قدامي هتبقى صريح جدا وهتقول كلام ما حصلش بجد؟ اه عملت اعمل كده. لا ده كان زمان، كبرت بقى وفهمت. صدقت فهمت ايه؟ فهمت محدش يضحك عليا. انا كده بضحك عليك؟ تحاولي. خالص مش عايز تصارحني ليه؟ بلعب معاكي مايند جيمز. والله بتلعب مع جمهورك مايند جيمز. ايوه حبايبي. اعتذرت عن اولاد رزق لين، سحبت ليه؟ علشان هم كانوا لازم يطلعوا يصوروا اسبوعين. عارف انه اللي اتقال كان لانه انت حسيت انه عمرو يوسف بيتنجم عليك فانسحبت، غضبت وانسحبت. لا دي اشاعه. وفي نفس الوقت الوضع كان ان هم كانوا لازم يصوروا وعجزوا. طب بعد ما انت ما توفقتش فعادل مش عادل. هو ليه ما توفقتش؟ وما اشتغلتش لانه الفيلم ايراداته وقعت والفيلم اتهاجم ما يتهاجم واتقال انه ضعيف. ايه المشكله يعني؟ ما عادي. ايوه يعني انا دلوقتي اروح اعمل فيلم يتهاجم وما ينجحش وايراداته تقع ويتقال انه ضعيف، واسيب جزء ثالث من فيلم انا نجحت فيه جدا، الفيلم نجح، الفيلم نجح وشخصيتك في الفيلم نجحت جدا. وقتها كنت بصور السيستم. طب مش متضايق؟ لا مش متضايق. يا نهار. عشان السيستم حلو وزي ما قلت. انت عارف انا لو حطيت لك مرايه قدامك دلوقتي هتشوف شكلك عامل ازاي؟ عارف بينوكيو وهو مناخيره بتطول؟ يمكن لو عملتيني من خشب. ما اتضايقتش؟ مش متضايق؟ على ايه؟ اولاد رزق؟ لا خالص، لانه انا كنت بعمل السيستم. حتى لو ما حصلش نصيب زي ما انت بتقول عشان مواعيدك. معقول ده مش مقصر؟ مش مضايقك؟ مش يا خساره يعني؟ لا لا ما فيش اي خساره بالنسبه لي خالص نهائي يعني. عشان بتموت قلبك على شغلك بالشكل ده او ناحيه أيوة. شغلك أيوة. بالشكل ده المنتجه ناهد فريد شوقي توفت زعلانه منك. ما. عملت معاها حركه شبه وانا كمان كنت زعلان منها. عملت معاها حركه شبه الحقيقه ابقى من الميت انا كمان زعلان منها، بس يعني هنعمل ايه؟ الله يرحمها. ما ندمتش انك زعلتها؟ ربنا يرحمها ويسامحها. ما ندمتش انك زعلتها؟ لا هي اللي مزعلاني اصلا بجد؟ مش العكس. انت وشك زعل بجد؟ بس يعني يعني دلوقتي انا شايفه منك معلش تعبير وجه حقيقي دلوقتي. ده مش قناع. بيقولوا ده مش قناع. لا ده قناع برضو بس على حزن. لا 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 في في لا بجد بيقولوا في نظرة حسنة موتاكم. بتموت قلبك على شغلك كده ازاي وانت عشان بتموت؟ بقيت احبه جدا. ما هو بقيت احبه بشكل غير طبيعي يعني. كل سنه بيزيد حبي للسينما وصناعتها وبالذات. انت لما بتحب يعني حاجه بتهرب منها؟ اكيد. أكيد لو حبيتها بزيادة لو هتتملك مني أهرب منها. بس مش كل شيء هيتملك منك هيبقى مؤذي أو تملكه ليك هيبقى غلط. طبعًا. لأن أصلًا يعني لأن أصلًا أنا مش بتاع نفسي، أنا بتاع الناس. يعني حتى أبويا كان يقولها لي على طول، الأستاذ فاروق الفيشاوي النجم الكبير الله يرحمه. الأستاذ العظيم طبعًا. كان على طول بيقول لي أنت مش ملك نفسك. أنت مش بتاع نفسك، أنت بتاع الناس كلها. فلازم تقدر ده وتراعي ده. طب ليه رافض إن السينما تملكك؟ عشان انا عايز ابقى مخرج وعايز اعمل افلام حلوه. طب ما تعمل الاثنين، ما هو الاثنين سينما. طبعا ما هو انا هعمل كده، بس هيجي مثلا عندي 75 80 سنه ويا هلعب دور جد او ما حدش هيكلمني في التليفون اصلا. كلنا كده. فبس لو انا مخرج ورا الكاميرا ممكن ابقى لحد لو ربنا اداني عمر حتى لو عندي 80 سنه زي كلينت ايستوود، مستر كلينت ايستوود، اقدر اخرج وانتج. وزي في مصر يوسف شاهين. وانا عندنا 80 سنه وزي يوسف فيلمه الاخير كمله مخرج مثلا مثلا. فانت مش عايز التمثيل في السينما يملكك. انا عشقي الاخراج دلوقتي، مش من زمان ودلوقتي كل سنه بحس ان انا بحب ان انا ابقى مخرج اكتر بكتير من ان انا ابقى قدام الكاميرا. طب لو بقيت مخرج وحسيت انه في فيلم بيملكك هتخسر المنتج وتسيب الفيلم وتمشي وتجمد قلبك عليه زي ولاد رزق؟ لا طبعا هقلل الايام وادي نص يوم واحاول اضغط على الناس. انت بتجيب شغل لنفسك دلوقتي؟ ببيع نفسي كمخرج معاك. بتجيب منتج لفيلمك عشان تخرجه؟ هم هيقول حد؟ دول مش بيتكلموا صح؟ لا دول ما بيتكلموش. عادي احنا تمام. لكن بيسمعوا كويس جدا. هايل. شاهدين، دول شاهدين على كل شيء. ايه الشيء اللي بتهرب منه في شغلك او في تاريخك السينمائي؟ ان الشرب واي نوع تاني من المخدرات يعني. بتهرب منه ولا بتهرب بيها؟ بهرب منه تماما. لا بهرب منه ببعد عنه، بهرب منه باميال يعني. وانا ماشي على كده بقالي 7 سنين تقريبا. يمكن قبل كده كنت مش مهتم وكنت
مش واخد بالي، وكنت يعني مش مستوعب. بس بقالي حوالي 6-7 سنين دلوقتي مستوعب ان انا عندي 43 سنه، ان انا مش بصغر، ان انا بكبر، وان انا لازم اهتم بنفسي اكتر ولازم اركز في شغلي اكتر. فابتديت اعمل كده، واعتقد انه يعني سنه بسنه الموضوع بيتحسن. ما بيحصلش انك تبص في المرايه فتحس انه فاروق الفيشاوي لابسك الى حد ما؟ لا طبعا خالص. لا، فاروق الفيشاوي ده راجل زي القمر. انت عارف ان تجاربكم هو احلى منك طبعا بكتير، مش هنهزر. مش مني انا بس طبعا، مفيش مقارنه. احلى من براد بيت. مفيش مقارنه. يعني تحضير فاروق الفيشاوي براد بيت كده وركزت لي هتقولي فاروق الفيشاوي. انا موافقه، انا موافقه. لا قصدي على الشخصيه وعلى التركيبه النفسيه. ولا حتى دي يعني، حتى انتوا شبه بعض في شخصياتكم قوي. احنا يعني انت بتكوبي حاجات منه ساعات. مش بكوبي، هو بتيجي بس بالفطره، لانه احنا يعني من اول بالظبط عندي 12 سنه 13 سنه احنا بنخرج مع بعض وبنسهر مع بعض، ويعني هي واز ماي بيست فريند، كان يعني صديقي الصدوق يعني. فانا بس عندكم تجارب حياتيه يعني متشابهه جدا، لو هي مش متطابقه حتى في علاقاتكم، في زيجاتكم، في حاجات كتير في حياتكم. مختلفين تماما سياسيا مثلا، يعني على طول لاخر الخط بنختلف سياسيا مثلا، بس واحنا قاعدين في البيت احنا يعني عارفين ان في ناس هيعملوا كده، واحنا مش سياسيين، احنا فنانين. طب هو ناصري جدا، انت ما كنتش، انا سداتي جدا وانتخبت السيسي ورقم البطاقه بتاعتي عندكم. من اصرارات للمورال، الفصل الاخير في روايتك. حلو قوي روايتك. روايتك روايتك مليانه كذب. هايل. بعد الفاصل مع احمد الفيشاوي. في فصل النهاية لما تقف وتبص في حياتك، تبص ورا كده، بتحس ان ايه اللي فاتك؟ لا انا ما فاتنيش اي حاجة، انا مولود في بقي معلقة ذهب بجد. مش لازم اللي فاتك يكون مادي، وبعدين انت لسه لا معترف. لا مش مادي، قصدي اقول لك معترف في اول أنا الحوار ان انت كنت في حدائق القبه وكنت متضايق. أيوة اول 5 سنين والميكانيكي بس. وبعدين بقيت مولود في بقك معلقه ذهب. ايوه مش عند الكشك، ما هو في تطور حصل، بقيت طبقي فجاه اول ما ربنا كرمك، بقيت طبقي على طول في ثانيه. حققت كل امنياتك؟ مفيش ولا امنيه فاتتك؟ لا في اماني كتير ما فاتنيش، واحلام كتير. شفت بقى انك متسرع. متسرع جدا، متسرع. بس يعني قصدي اقول انه مش مولود في دهب كفلوس، قصدي اقول مولود في دهب يعني اتعلمت في مدارس خاصه، يعني سافرت بلاد كتيره جدا مع ابويا وامي من وانا صغير. ده بالنسبه لي كان ده اكتر من الفلوس. الواحد دي انت الاماني بالنسبه لك فلوس؟ انا الاماني بالنسبه لي فلوس مادة؟ جدا بحب الفلوس جدا، بعشقها، عشان اسافر وارجع، اسافر اطيرها وارجع تاني، اعملها واروح رايح مطيرها وبعدين ارجع. طب غير الفلوس والذهب، الياقوت والالماس بقى والمرجان والمرجان والريحه، غير الامنيات الماديه، اوكي، ايه الامنيه اللي في حياتك، حاجه كنت بتحبها وانت صغير او حاجه كان نفسك تعملها ما عملتهاش؟ حاجات كتير، منها ان انا نط من فوق طياره. بس دي انت فيها تقدر تعملها، مفيش حاجه فاتتك مش هينفع تعملها فات اوانها؟ لا انا اعتقد الحمد لله انا قفلت المنهج وعملت كل حاجه. انت وداخل قفلت بقى المنهج داخل على ال 50 بقى. حطيت صوره فاروق الفيشاوي على انستجرام وكتبت نفسي اروح له، كنت وقتها طبعا بتدور على الرحمه والراحه؟ اكيد اكيد. كان ايه اللي مضايقك؟ ما كانش حاجه مضايقني، هو وحشني، لان هو كان من اطيب والذ واجمل خلق الله، فاكيد عايز اروح له اقابله في الجنه اكيد. وفي نفس الوقت هو وحشني جدا جدا يعني. طب بالنسبه للحيره والتقلبات مثلا، قلت انا كنت سلفي وبقيت صوفي. انا كنت سلفي وبقيت صوفي، وكنت اخوان، وكنت وعمي كان تكفير وهجره، يعني حاجات ممكن تعمل حتى تفرش 3 حلقات معانا، تعمل مسلسل نبني عليها دراما. عمي وفدي الله يرحمه، اخويا الكبير، بس يعني تاب عشت التقلب ده، عشت الحيرة دي رايح جاي. مش تقلب، هو تناقضات، والإنسان على طول عنده تناقضات. زي ما بتقولي لي بشوي أنت بترجع في رأيك، قولك أيوة، ما أنا لو استوعبت وفهمت أن الرأي ده غلط هرجع فيه طبعا، ليه لأ؟ اتعلمت إيه من التجربة من سلفي لصوفي شتان؟ هو ما كانش يعني، هو المسألة
برضو ما اقدرش اصنف نفسي صوفي او حاجه، لانه ده في علم هو انت ربنا. اللي قلت كده، انت اللي صنفت نفسك. انا ما لا انا ما صنفتكش. صنفتش، انا قلت ان انا كنت يعني ان انا كنت اخوان مسلمين لمده سنتين، فده مش تصنيف ليا بس ده خبره. هو ده اللي انا بقصده، اتعلمت هو حاجه ده اللي انا مختلفه. بقصده. اخوان سلفي صوفي متدين وملتزم، انا وسطي ساعات عادي مش بتعلم مركز من اصحابي في المسيحيين الاخر. حاجات مثلا. التجربه دي، الحيره الدينيه والتناقضات اللي انت عشتها في الجانب الديني في حياتك او الجانب ايوه الروحاني في حياتك، ايوه طلعت منها بايه؟ اتعلمت منها ايه؟ اتعلمت منها ان الحب والسلام وحاجات بسيطه جدا الحقيقه. احمد الفيشاوي بتقلباته الدينيه وتناقضات اللي عدى بيها كلها وعاشها، طلعت في الاخر بكونكلوجن ان الدين بالنسبه لك انت بقى ايه مش بالنسبه للناس؟ هو الحقيقه انا لسه ما اعرفش ولسه بدور ولسه بعد بحاول كل اكتشف. ده انت عملت برنامج ديني يا احمد؟ لا ما كانش ديني، كان ديني. ما احنا كنا صغيرين. طيب انا كنتش بفتي تجربه الحقيقة. طويله وزي ما انت قلت اخوانجي سلفي صوفي، يعني عديت بتجربه طويله وبقيت راجل عنده 43 سنه ولسه بكتشف ولسه بتعلم ولسه ممكن اغير رايي. واخد طبعا كلنا واخد توجهات كتير في الدين مختلفه وعكس بعض. صحيح. اكيد طلعت بمعلومه، طلعت بكونكلوجن يخصك انت، بتاعك انت، على مقاسك. يخصني انا على مقاسك؟ على مقاسك أنا. ما تعمموش. اللي بيقول لك يعني زي ما ابويا الله يرحمه كان بيقولها لي بالظبط، ربنا رب قلوب. يعني الواحد بيحاول يبقى نيته صافيه وسالك على قد ما يقدر علشان ربنا يكرمه، مش انا بس في ابقى حق سليم. حد وندمت وحسيت من جواك بالذنب؟ لا. وسواء تراجعت او ما تراجعتش، عمري عمرك ما اخطات في حق حد؟ لا اخطات في حقوق ناس بس ما ندمتش. ما بتندمش؟ كانوا يستاهلوا. بتراجع نفسك؟ طبعا كل يوم تقريبا. بتراجع نفسك ازاي؟ بتقول لنفسك ايه؟ مثلا بصحى مثلا اقول طيب شوي انت هتغسل وشك واسنانك وبعدين تروح الجيم، وبعدين ابتدي اقول لا طب انا اتمرن في البيت، انا اقعد بقى خناقه ساعه مين هيروح الجيم، في شاوي 1 ولا في شاوي 2؟ ده بالنسبه لك في شاوي 2 اللي النفس؟ بيكسب بيروح الجيم. ده بالنسبه لك مراجعه النفس؟ لا ده الصراع. المراجعه دي حاجه تانية، ده قبل ما انام. قبل ما تنام الصبح بصارع بالليل براجع. بتراجع ازاي؟ يعني بقول انا بكره هعمل ايه ان شاء الله، انا امي وحشتني عايز اشوفها، يعني براجع اليوم. بتقول انا زعلت حد؟ بقول لو زعلت حد ربنا يسامحني يا رب وانا مش واخد بالي. وانت واخد بالك؟ لا عادي يستاهل لو تستاهل. رهيب رهيب. يعني انا المفروض اني اطلب منك تطلع على المسرح وتقول لجمهورك هم دول مونولوج النهايه اللي فيه المورال بتاع تجربتك في الحياة دلوقتي. أنا خايفة على الجمهور منك. وأنا خايف جدا من الجمهور ده، شكله مرعب. وطبعا طبعا أنا عايزة أقول هم هادين جدا ومش مزعجين، مش بيقربوا قوي ولا بيقربوا ولا بيردوا ولا بيعترضوا. ده جاء أحلى جمهور في الدنيا بيسمعوا بس. الله. بيسمعوا بس. جمهور قايل. يعني أنا دلوقتي بقيت عايزة أقول دكتور عارف طلع مش عارف. لا للأسف عارف كل حاجة. دكتور عارف مش عارف أي حاجة. مش عارف. تحية للدكتور عارف يا مش دكتور. عارف. حقيقي أنا خايفة على الجمهور منك. تلاقيش يا وش يا وش هبقى. يا وش يا وش. أثق فيك. بليز. أحمد الفيشاوي اتفضل على المسرح. دلوقتي أنا الحقيقة في موقف محرج شوية، لأن دي مش رواية ودي مش مسرحية، ده برنامج. بس وقفتي على المسرح دي بتفكرني بمقولة سمعتها من وأنا طفل ولسه لحد دلوقتي مؤمن بيها. المقولة هي بالإنجليزي بتقول If it ain't on the page, it ain't on the stage. يعني لو الكلام مش على الورق أو مش على الرواية حلوة مش هيقدر يبقى على خشبة المسرح. If it ain't on the page, it ain't on the stage. تصبحوا على خير.
ترجمة